الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، صدق الله العظيم. دمار دمار، ضحايا ضحايا، في كل بيت وفي كل شارع، في كل قرية وفي كل مدينة. يا أحرار العرب، يا أحرار العالم، هكذا أصبحت بلدنا سوريا، هكذا أرادها المجرمون السفاحون. دمروا بيوتنا وأحياءنا فوق رؤوسنا، قصفوا المدن بالمدفعية وراجمات الصواريخ والطائرات، نشروا الموت والرعب والدمار في كل مكان. يا أحرار العالم، مجزرة حماة المجاهدة، المجزرة التي لم يسجلها تاريخ هولاكو وجنكيز خان من قبل، المجزرة مأساة العصر، شاهد جديد آخر على وحشية عصابات الإجرام الأسدية. وهم لا يكتفون بذلك، بل يزداد إجرامهم وتتضاعف ضحاياهم يوما بعد آخر، وهم يرقصون طربا عند سقوط كل ضحية، ويشربون الكؤوس مطرعة من دمها، ابتهاجا بإزهاق كل روح وتيتيم كل طفل، منتشين بسكرة الانتصار على الشعب الأعزل. أيها المشاهدون الأكارم، في شهر نيسان من عام 1981، وفي شهر شباط فبراير من عام 1982، اتجهت أنظار العالم كله إلى تلك المدينة الحالمة على ضفاف نهر العاصي، الذي يشترها شطرين تحفهما الخضرة والجمال. هذه المدينة التي كانت تغفو على أنين نواعيرها الخشبية، مستسلمة لأحلامها، خلعت رداء الدعة والسكون، وألقت جانبا بأمنياتها الوردية عندما جاءها نذير الشؤ حافظ أسد بدباباته ومدافعه وراجمات صواريخه، ليفسد عليها حلمها الوردي وليقرح جفونها بالآلام وليغرق أحداقها بالدموع. تقع مدينة حماة وسط سوريا، ويمر فيها نهر العاصي الذي ينبع من سفوح جبال لبنان، وتقوم في وسط المدينة قلعتها التاريخية. وحماة مدينة أثرية يعتبرها بعض علماء الآثار من أقدم المدن في العالم، فيها الكثير من المساجد والكنائس والقصور والحمامات الأثرية والزوايا والتكايا
للعباد والزهاد والخانات والأسواق المسقوفة والمكتبات والنواعير، حتى أن المدينة اشتهرت بمدينة النواعير. جاءها الكلدانيون فالفراعنة، كما حكمها كل من نبوخذ نصر ثم قورش الفارسي الذي أحرقها، ثم خضعت لإسكندر المقدوني عام 331، وفي عام 64 قبل الميلاد وقعت تحت الحكم الروماني الذي استعمرها حتى عام 638 ميلادية، حيث انضوت حماة تحت راية الحكم الإسلامي صلحا على يد أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. وفي هذا الصدد كانت حماة وحدها المدينة العربية التي استقبلت حملة الراية الإسلامية بالطبول والأهازيج. وفي فترة الحروب الصليبية وقفت حماة سدا منيعا في وجوه الغزاة، فلم يتمكن الصليبيون من دخولها وارتدت جيوشهم في المعركة. وفي العهد الأيوبي برز اسم ملكها العالم المؤرخ الجغرافي أبي الفداء إسماعيل الأيوبي، الذي خلدها في كتبه وسميت باسمه. وفي القرن السابع للهجرة غزاها هولاكو وكاد يقضي على ما فيها من عمران وحضارة، وظل كفاح حماة في تصاعده الى ان انتهى الى قمة الصراع مع نظام الطاغية حافظ اسد، ذلك السفاح الذي امر باحراقها وتدميرها على رؤوس ساكنيها، كما فعل من قبل الطاغية الفارسي قورش والطاغية المتوحش هولاكو. لكن ما فعله بها السفاح حافظ اسد فاق ما فعله الطاغيتان قورش وهولاكو اضعافا مضاعفة، بما انزل بها من دمار وخراب وتمثيل حاقد بالاحياء والاموات، شيوخا واطفالا ونساء من المواطنين الابرياء. ولماذا؟ لماذا اختار المجرمون مدينة حماة لتكون ضحيتهم؟ لانهم ادركوا خطورة مدينة حماة واعتبروها قلعة منيعة تقف في مواجهتهم بما لها من ماض جهادي مشرف وتشبث بالقيم واندفاع في القتال ضد كل من تسول له نفسه المساس بالحرمات والمقدسات وبالحريات العامة وحقوق الإنسان، أو التلاعب بمصير أرض الوطن واستقلاله وسيادته، فقرروا معاقبتها على وطنيتها بتدميرها مهما كلفهم هذا التدمير من ثمن باهظ. فرسموا مخططا خبيثا للانتقام منها وإبادتها وإبادة شعبها الحر المكافح وإبادة أي مدينة تنهض لمساندتها. أيها المشاهدون الأحرار، كل دول العالم متحضرة
ومتخلفة تعتني بالأطفال وتعدهم إعدادا جيدا وصالحا لأنهم رجال المستقبل، إلا حافظ أسد المجرم الذي اعتبر أطفال حماه من ألد أعدائه، فجعل قنابله وصواريخه تخطف منهم الأب والأم والأخ والأخت والجد والجدة، خطف منهم أحلامهم الطفولية وحتى ألعابهم التي يملكون. لقد جعل الدموع تتحجر في مآقيهم وطبع الذعر والخوف في عيونهم عندما ترك من بقي حيا منهم وجها لوجه أمام ضحاياه البريئة، وعندما أمرهم أن يشاهدوا أهليهم وهم يعذبون ويقتلون ويمثل بجثثهم، وعندما جعلهم يشاهدون أقرانهم من الفتيات البراعم وهن تقطع أيديهن من أجل سرقة سوار ذهبي قدم لهن يوم ميلادهن وقبل أن يقتل. انظروا الآن إلى أطفال حماه واستمعوا لهم. أطفال حماه الذين عاشوا المأساة الرهيبة يصفون لنا حضارة حافظ أسد وإنسانية نظامه. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا من أهالي حماة، قعدنا نهار الأربع ساعة واحدة ونص في النوم وللعين ضرب القنابل والمدفعيات والرصاص بشكل قوي. إنا يعني شو صار بهالشيء بهالدنيا، إن الله يساعد العالم اللي عم يجعلنا هالشيء. ضلت الشغلة شهر، قعد أول شهر طلعنا لنطس شو صار، ولا طلعنا لقينا القناة الجسس بالأرض محوها وكومات كومات. صارت الجسس بالأرض كلها وأكتريتها محروقة ومنهوبة والدكاكين منهوبة. نزلنا عشار العالمين ولا لقينا الأراضي كلها دم برق برق. ما قبل الحزد في شط العاصي 8 جسس محروقة ومردومة كلها طالعة ريحتها، وطلعنا طلع الدباغ ولا الدكاكين كلها منهوبة ومحروقة. وفي 8 أدار دكانة الحلبي منهوبة، وفي يوجد بقلبها 70 جثة محروقين حرق. والحاضر وطلعنا شفنا الجوامع، ما في جامع إلا ما مهدوم، منهم جامع عمر بن الخطاب وجامع الشهداء والإيمان والأربعين والسلطان. رحنا ولا لقينا الدور كلها مهدمة، أكتريتها مهدمة. طلعنا على الحاضر ولا الشرقية كلها صايرة تراب والجرافات عم تشتغل فيها. رحنا على الباروديه وكمان مثلها بالارض كلها والبرك الدم. طالعين صوب المستشفى الا راس وايدين، روس وايدين ورجلين، والكلاب في صوب عطريحة ماس، كل كلب ده بعظم بعد بايد زلمه وبرجل. بعدين طلعنا على الدباغه، ضلت الدباغه محروقه كلها والدكاكين مشرطه تشريط، وبالارض مع زتوتين الاغراض كلها محروقه. واكتريت وبباب السعاده بستان السعاده كلها كوم الرجال محروقين ومنهم ما محروقين يعني ميتين. كم كومه؟ اكثر من 15 كومه، وكل كومه فيها شيء 20 زلمه، والدمع عم يشر من اول الكومه للثانيه ملتزق ببعضه. ما ضل ولا رجل لحتى بالبيوت الا كل النساء، منن يقتلوهن مشان البابارين بايديهن يقطعون ايديهن اذا ما خلوهن. في النساء ما يعطوهن ما طوى ولا يقطعون الراسهن، عالم يقطعون دانيهم مشان حلقه.
عالم في بقى حاطين في ايده خواتم شي ما يطالعون ياسوا عليهم يقطعوا له اصبعهم مشان ياخذوا خاتم. في انا لي 4 اخوه قتلوا كمان اطفال بس ماني ذاكر اساميهم. وفي اطفال كثيرين منهم زكاء صبري وفاء صبري هذول من الدباغه اعمارهم 3 سنين وحده او سنه واحده. ورانا عبد الفتاح بيت الموسى هذول موسى باشا رانا عبد الفتاح وعفراء موسى وشهامي عبد الفتاح وشمسية عبد السلام ميساء عبد السلام مهدي عبد السلام رانيا مروان مرهم عبد الرحيم من الباشورة هذول من عنا مرهم عبد الرحيم علي عبد الرحيم محمد الصمصام ياسر محمد الصمصام عبد الرحمن الصمصام عمر الصمصام طفل مدرسة حياة جميل الأمين هذا إلى 3 أولاد واحد عمره 11 سنة واحد 7 سنين واحد 9 سنوات. وفي طفل من بيت الشمالي طالع واقف على الباب ولا تجي رصاصة تروح لراسه. وفي مرة رايحة مشان تجيب لأولادها أكل رايحة بيموتوا الأطفال من الجوع ما ما في حليب ولا في شيء طالع مشان تجيب لهم الأكل ولا يلحق ابنه من جوا بده ياكل إلا بدي آكل إجت طالعة براسه فجرته راسه شالته على إيديها واخذته لعند بيت الشمالي تنيته طائم وحطيته بكيس نايل وحطيته بالبراد عندهم. انا حكيت لكم يا كان في معي اخوي هون هلا هلا بيحكي لكم كمان لان كل شيء شفته انا شافه ولا بيحكي لكم اشياء يعني انا ما شفته هو شافون كثير الاشياء. بسم الله الرحمن الرحيم. نهار 4 الساعة 1:30 صار ضرب المدافع والقنابل والRPG. في كتير يطالبوا بأكل بطعام بحليب يا أولادهم. بعدين في مرة هذا ما عنده شيء قامت واحد بده يجيب أكل قامت انصابت هي ماتت. أخواتي 4 ذكروا لكم ياهم أخوي بس أنا ما بدي أذكر أساميهم عشان مجرم حافظ أسد الكلب ما يجي ينتقم من أهلي مشان ما يذبحون لأن أكل 25,000 فما بيقتل 4 البقايا. إيه وصار القصف دائم في المدينة كلها ويطالعوا ويغشوا من دون كلام من دون شيء من دون هوية من دون شيء. في جاء هذا بشارع أبي الفدا في 2 كمان قتلوهم. في منشرة كمان بسوء بالدباغة ومنشرة أبو نزلوا فيها شيء 8 أو أكثر نزلوهم لقلبة ورشوهم منهم في أحمد الزين وياسر الزين هذول كمان حرقوا حرق تحت بالمنشرة شعلوا فيهم المنشرة. وفي كمان 2 بالباشورة في منهم طارق كلبون ومحمود هذا كلبون وبناتهم بيت حداد 2 محروين هذول بقلب المنشرة. وفي كمان عالم على شط العاصي جنب مع بين الحزب في سبعة أو أكثر محروقين وطالعة ريحتهم هم يجوا بدهم يطمرون بنحاتي. وبدي أحكي لكم مع جامع منهم من هدموا في منهم جامع الشهداء ومنهم جامع هذا الإيمان وجامع السلطان وجامع الشيخ علوان وجامع 40 وجامع الشيخ علوان وجامع المدفن وجامع الزاوية هذول هن انهدموا. وفي كمان جوامع كثيرين من صلاح الدين وفي جامع بس هلا ما بعرفه طايرة قدامت. وفي جامع هذا جامع عمر بن الخطاب من كثر ما اللغم فيه قوي عم صار يطرطش على العالم بدل ما يضربوا له عم صار يصيب كثير من الناس صابه والحيطان كلها يبعجوا الدور بعج مضروب ما في دار الا ما مضروبه كلها تم خرق دخري ويفوت عليهم الجيش ما عند يطالعوا رجال يرشوا رجال ويقتلوا النسوان يشرحوهم كل شيء غير المصاري معاهم. في كمان راجل بده يطلع برات حماه اجى قال له طالعونا قال له 30,000 من طالعك اعطاهم 30,000 قالوا ايه ارواح
خذوها طريق حمص ما هو تقتلوا، وفي النساء بدها تغادر تطلع طريق حلب، طلع بدها تطلع يشلحوها صيغتهم يقتلوها يقتلوهم بالاخر يقلعوهم اليوم ما في طلعه. وهذا شاهد اخر لم يرحم حافظ اسد شيخوخته فادمى قلبه وجعله يبكي عائلته واولاده وابناء مدينته بعد ان كان قد ابكى اقران هذا الشيخ الوقور جنود الاحتلال مع رفاقه المجاهدين. بسم الله والصلاة على سيدنا محمد. انني من اهالي حماه من حارة المحالبة، كنت في السادس من شباط الشهر الثاني الموافق 82، كنت قبل ليلة زائرا عند اهلي وقربائي بحارة الدباغة، وإذ صباح السادس من شباط وفورا فوجئنا بالقصف العشوائي الذي لا مثيل له. إذا كان أمام إسرائيل لا يوجد هذا القصف، أشهد الله. وأنا بالبيت جالس أجتنا قذيفة مدفع بنفسجية قذفت بالبيت وخرقت ثلاث حيطان وراء بعضها، يشهد الله ما في زلل. وباشرة النساء والأطفال بالبكاء والهويل والصراخ. ماذا نقول؟ ماذا صار بحما؟ فوجئنا فورا بمقتل الشيخ عبد الله الحلا رئيس جمعية علماء حما، وبجواره بعض من آل العلواني، ثلاثة أربع شباب قتلوا. بيت الأسود في يوم ضابط كبير متقاعد نزلوه عمره فوق 60 65، رميا بالرصاص وحرقوا وقتلوا أخوه معه وحرقوا نهبوا أعراض بيته وحرقوا له هو وطائفته أولاد عمه أولاد عمه موجودين 10 15 واحد رشوهم جنبهم قريب عليهم بيت مفتاح، كسروا دكانتهم ونزلوا الأب والأخ أخوه لعبد المعين، ونزلوا اثنين شباب من هاد واثنين شباب هاد رشوهم وحرق بعد ما نهبوا الدكان وأخرجوا الدراهم منها وصفوا أغراضها بواسطة السيارات المعاهون وتنشحنها كلها على الجبل، قتلوهم قتلة شنيعة، قتلوهم على الشارع وزتوهم بالدكان وعطوا البنزين للدكان، هبت الدكان هبت طلعت النار، هن ساكنين فوق دكاكين هون لأنه ملكهم دكانتهم ملكهم الشقة فوقها، طلعت النار على من الشبابيك من باب الدكان على الشبابيك، الولولة النسوان صاحت زعوطت ما حد رد ولا حد صد، طلعت النساء بالشلحات وطلعت خيفاني مرضعبة والبكاء والصياح والعويل، شيء بيألم والله العمل الآم فيه لا يرضاه لا ضمير ولا دين ولا وجدان، والله لو في سر من الإيمان لا يعمل هالعمل. وبجوارهم هدول بيت الصحن بيجوا 20 25 واحد طالعون، بيجوا 20 شب مع كهل مع اختيار، وصفون على الشارع وبلشوا رشونا عم بكت ابيهم 20 زلمي، بجانبهم منشرة تدعى لبدر البدر، فيها أخشاب بالآلاف مئات الآلاف بالمليون وفوق المليون، صاروا يسحبوا من هالدور وسحبوا زد فيها، سحبوا 10 12 شب من الدور الحواليها وزدوهم بالمنشرة ومن حقدهم وإجرامهم
عطوها البنزين احترقت المنشرة وهالشباب اللي فيها. منهم واحد قالوا لي اسمه احمد زين، واحد ياسر الزين، واحد من بيت الحاد زين، واحد ما سبعة ثمانية. بسألكم قضية في زياد الأرن والحارة ذاتها، دكتور اسنان هو وزوجته عريس شهرين، دقوا الباب عليه المجرمين الظالمين، نزلت عيال مرته عمره 13 او 14 سنة، فوجئت فورا باطلاق الرصاص، طلعت مثل اذا كان واحد على ضاع العقل، طلعت لعند زوجها ما في غير زوجها، شلحوا الاساور وقتلوا. دكتور عمره 28 30 لسه ما فتح عياده، يشهد الله ما في زلل. اي راح هدم المدرسه وهدم المسجد وهدم السوق مؤلف من 70 80 دكان اسواق تجاريه. شو بدي اذكركم على بجانب جامع الشيخ ابراهيم، سوق طويل، سوق طويل عندنا اثري من مئات السنين معمر، تعد الاثار هو اثري، طوله ما يقارب 1700 متر، محتوياته من دكاكين التجاريه 500 600 دكان، 500 550 دكان، كلها مجهزه بالبضاعات والاموال والعروض التجاره وجميعه. ما في دكان الا فتحوها كسروا فولتها بالمهدات معاهم، سحبوا البضاعه شالوها وشيلوها، وبعد منها ثلاث ايام فجروها بالانتي السوق الطويل، وثلاث ايام مع لياليها النار، الحديد سقف السوق الطويل حديد من 100 سنة راح شقف داب من كتر النار، ليلا نهارا ثلاث ايام بلياليها هو عم يشعل نار. نزلت الزبانية تبع وحدات الخاصة وسرايا الدفاع وباشروا بهالسوق الصياغ كسروا الهي، من هون 50 60 دكان هو ومن هون 50 60 دكان، سوق الشكلي معروف في حما، كسروا فولته وباشروا بدير صناديق الحديد القفا الى الوجه وباشروه، اللي يطلع ما شو اسمه بسبائك ذهب والمساغ المخبى بالصناديق كله انتهين. ان الانسان الذي يدخل الى مدينة حماة وقد دخلها من قبل يدخل اليها بحيث انه لا يعرفها لشدة ما خرج منها وما خرج من معالمها الاثرية والاحياء القديمة، وقد لا يجد المساجد بحيث ان المساجد كلها قد فجرت، وحتى الكنيستين في حي المدينة. فوصل اليها الجيش ودمرها بواسطة التفجير فوق ساكنين، فوق الناس اللي التجوا الى خوف من القصف، دمروا هذا يعني على شكل تقريبا شيء 500 ايضا من الحي، راحوا تقريبا معظم الحي دمروا، هلا بقي الحي يعني انقاض، لم يبقى منه شيء ابدا عن الاطلاق، وهذا يعني شبيه باقي الاحياء خاصه الشعبيه من حماه، وخاصه مثل حي الكيلانيه وهو اثري يعتبر بناؤه من تاريخ الخلافه العثمانيه، اول خلافه العثمانيه تقريبا، وهناك مساجد فيها كمان طبعا بدلت مثل المسجد الكبير. حماة واحدة من أقدم المدن في العالم، لذلك فإن علماء الآثار يقدرون عمر مسجد حماة الكبير بحوالي 5000 سنة. إن هذا الصرح العمراني الأثري العريق حولته عصابات أعداء الحضارة إلى الركام الذي نراه في هاتين الصورتين. لقد حقق المجرم السفاح رفعة أسد ما هدد حماة به، لقد تباهى بما اقترفته يداه من جرائم بحق حماة وأهلها، لقد قال هذا السفاح القاتل، سيذكر التاريخ أنه كانت هناك مدينة اسمها حماة.
وقال ايضا ان حماة حفرة وسوف نردمها. وبكل العنجهية والصلف كان يردد ايضا سوف نمحو مدينة حماة من الوجود. لقد نفذ هذا المجرم ذلك فعلا اثناء مذبحة شباط فبراير عام 82 لتحل عليه لعنة الله والشعب والتاريخ الى ابد الابدين. هذا هو الجامع النوري الذي بني على اسم البطل نور الدين الشهيد احد قادة المقاومة ضد الجيوش الاوروبية في فترة الحروب الصليبية. انظروا اليه كيف اصبح بعد ان نسفه حافظ اسد، ولم يكتفي بذلك بل راح افراد عصابته يبحثون عن اضرحة ابطال مقاومة الحروب الصليبية فينسفونها بحقد عجيب انتقاما لثأر قديم من هذه المدينة الباسلة التي عجز الصليبيون عن اختراق اسوارها خلال محاولات فاشلة استمرت اكثر من 200 عام. وهذا ما تبقى من مسجد آل الحراك في حي الحيرين. لقد مرت عليه حضارة حافظ اسد كما مرت اليد نفسها على بيت الله هذا، انه جامع السلطان في حي الدباغة. اما حضارة حافظ اسد الفذة فنراها من خلال الدمار الكامل الذي لحق بمسجد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لقد دمر عدو الحضارة والإنسانية حافظ أسد بالقصف المدفعي والصاروخي أكثر من 80 مسجدا. وحين احتلت قواته الهمجية مدينة حماة قامت بنسف ما تبقى من أبنية هذه المساجد والجوامع وتفجيرها بالديناميت بعد ان نهبت ما فيها من سجاد. ويا ليتهم اكتفوا بالنسف والسرقة، وانما قام المجرمون بحرق 73 رجلا وهم احياء تحت قبة مسجد حي الشرقية، ثم نسفوا المسجد فوق جثثهم. اما مسجد الشيخ محمد الحامد فقد نسفوه 3 مرات متتالية، كما نسفوا اضرحة مقابر المدينة جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا من اهالي حماة، انا وامي وابوي وثلاثة اخواتي. قالت لأمي روح جيب كاسة من المطبخ، راح تجيب كاسة من المطبخ سمعت قنبلة صوتها عالي، حسيت دليل مالي دينين. انت رحت على المطبخ هي شوف أهلي شوفي، لما لقيت البيت كله مهدم لقيت أمي عم بتعن، رحت على الجيران انت لك وهي البيت مهدم فوق أهلي روحوا شوفون. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا من أهالي سوق السجرة. ليلة الأربعة باثنين شباط سمعنا بالليل ضرب رصاص، ولو عادة يطلع ضرب رصاص أثناء الوقت اللي بدهم يداهموا دار أو بدهم يكمشوا إنسان من أهالي حماة. أما بهالليلة هي كان رصاص متواهي
صار صوت مدفعية، صوت أرجات، طلعت على السطوح بدي شوف شو صاير، ولا راجمات الدنيا كأنه نهار. لا بقى نعرف محتلين مثلا مطوقين حارة بدون يكمشوا حدي أو يدمروا حارة أو دار عم يخربوها، أو إسرائيل جاية تحتل حماة كارثة حرب. أصبح الصباح وظلينا على هالمنهاج مدة 3 أيام. بهالأثناء هي طلعنا على الحارة ولا في دار سليمان كوجان جنبنا خربان فوق عالم متخبئين عندهم بالأبو حوالي 30 شخص. النهار الرابع اجى الجيش لعنا وطالعنا لبرا كل شيء بالدور واشتغل القتل فينا بالكرابيج، والنسوان عم بتولول وفاتوا نهبوا البيوت ووقفونا على الحيط ورفعونا ايدينا واشتغل الضرب فينا بالكرابيج، لموا منا الشباب كلياتها وتركونا، بقينا حوالي 6-7 أشخاص، يعني أصغر واحد فينا بيبلغ تقريبا 60. وراحوا ما مضي ساعتين من الزمان ردوا رجوه، طلعونا ولمونا وأخذونا نزلونا كأنه غنم قدامنا عم يضربونا بالكرابيج، لنزلنا لساحة سوء السجرة ولا في جامع سوء السجرة على الحيطان متلقحة عالم بالأرض حوالي 70-80 جثة والدم سابح. ما بقى نعرف شو الموت اللي بدهم يموتونا اياها، انتبهت جنبي الطاحون تبع بيت باطرش ولا بيتم الطاحون متلقحين شي 10-15 شخص، منهم ابن العدس ومنهم طارق كلبون. التفتنا ولا بالارض اولاد محمود ابو سن، واحد مقطوع رقبته، واحد مضروب بكتفه، واحد مقصوص من نصه ببلطات. ما بقى نعرف وين بدنا نصفي، ما لقينا الا اجت سياره عبونا بهالسياره ومشوا فينا. مره اولى من شارع 8 آذار وقز القتلة بالاراضي، العواميد مقصوصة من ضرب المدفعية. من جملة القتلة في احمد الحلبي ابن الراضي الحلبي بالارض متسطح والدكاكين مفتوحة كلها. وصلونا لمعمل البرسلان، نزلونا بالسيارات بالكرابيج القتل ولا بقلب المعمل بها الارض بقوات اللي نوصل كلهم يفتشون ويجرحونا اتيابنا وياخذوا المصاري اللي معنا. لقحونا بالارض بجملة المتلقحين واشتغل القتل. ظلينا 3 أيام، بخلال هالثلاث ايام هذول اللي مضيناهم اكثر من 10 أشخاص يشيلوهم من الارض ميتين. بعدين فوتونا على هنقار بس معمل البرسلان بالكرابيج والبرد وقرصة ولبز ما في واكل ما في. بخلال ما حطونا بالهناجير ما لقينا الا صاروا يجرون يرفعوا راسكم لفوق يا كلاب يا وحوش يلي ما بتفهموا. بالوقت نفسه نحن الدنيا كلها بتعرف اهالي حماة وزكاها وعلمة ويصيروا يشيلوا تبعات البرسلان ويضربون اللي تطير عينه اللي تجي على تمه اللي تجي على راسه. بعدين ما لقينا اللي اجى ضابط كبير من سرايا الدفاع، لانه كل الجيش اللي موجود هو من سرايا الدفاع والوحدات الخاصة وسرايا الصراع، ما في جنود عاديين. اخذ بطيئهم صار يقولوا اللي بالاوقاف بتوصف يطلع، الشيخ يطلع، طالب المدرسة يطلع من بين العالم موجودة بالهنقار، الطبيب يطلع، المهندس يطلع. هل اللي موجود طلعوا من الجملة؟ طلع واحد قال له انت شو اسمك؟ قال له انا اسمي حكمة الخاني. قال له شو بتشتغل؟ قال له دكتور عيون. وانا واقف قدام عيوني هذول بدها تاكل الدود بالسنقة قلعونا عيني ورشوا فورا. وطلعت على بيتي ما لقيت لا اولاد ولا مرة ولا بعرف، وهلا صار لي متشرد حوالي 6-7 أشهر. بطلب من رأي العام ينظر لحالتنا وينظر لهالوضع، هاد لسه بطول حكم هيك اشخاص. فأثناء وصولنا الى الحاضر
أوقفوا حوالي 50 رجل من حي البارودية، من بيناتهم من بيت إصلاعي 12 رجل. فتقدمت أنا وبعض الشباب، وإذا نجد شيء حوالي 50 جسم قال أو نساء وأطفال وشباب، وإذا وجدنا كافة الدول فارة لا في أي إنسان. وبعدين جينا حي الشرقية وإن لم طالعين شيء 40 رجل، كافة الرجال والنساء حطوا مكان ثاني. طالعوهم كل شيء لهم بالظروف عايين أبدا بدون شيء، وضعوهم بالمسجد وفجروا فيه المسجد كلياتهم. مسجد الشرقية قرب حي الباردية. جينا نطلعنا هيك وإلا كلياتهم هذول تحت الردين، ما في ولا أي إنسان. هذا مبين نصيت وهذا مبين رأسه وهذا إيده، والكل فاقدين الحياة كلياتهم. رجعنا على الشرقية وإلا في ملجأ في حوالي 100 مسنين، كل النساء وأطفال وختايرة. اجت عليهم قضية الدبابات واشتغل وراوي، طلعوا لبرا برات الملجأ هم طلعوا واشتغل عناصر الجيش الرشفيون. لأنهم كلهم زتون بالأراضي أبدا، وكانت الجسم تتفسخ وما يلتقى إنسان يشيلها بالشوارع. جينا مرة وإلا اجت قذيفة أداب بيت عاشور البارودية، وإلا سمعنا وراويل، جينا سمعنا هيك وإلا صاروا يستغيثوا. طالعين النساء والأطفال وبقي الرجل. قربنا مشان نجيبه كانت تجي قذيفة الثانية وإلا قتيل. وإلا أخذناه هون وإلا الأولاد صاروا يصيحوا كل ما يمر نصوره مشان الله جبنا أبوي. كان أبوهم مقتول الأرض. في والدته زتت حالها صارت تبوس إيديد إنه مشان الله جبنا إياه. قلت له توفر الشورى ومين تتدخل علي وتصير تبكي بالشوارع. أخذناها حطيناها ببيت تاني كمان قصف البيت اللي هن فيه. وقصف البيت اللي هن فيه كمان وإلا راحوا بيت أولاد. بعدين كانوا يجوا على النساء يجي يشوف معه ذهب، يصل لإيده مشان قال الذهب بشيلته، يصل لإيده بعد ما يصل لإيدها يرشه. ومرة من المرات في عائلة طلعوا كلياتهم، بيطلع شي تعداد شي 50 مسنين طالعين من تحت القصف من تحت الردين، دورهم كلهم ضربيت. ما بقى هن طالعين استاولوا مباشرة. قام واحد من العناصر او الضابط قال له يا سيدي حرام هذول، قام رشوا قدام منهم. بعدين اللي ما رشوا يمسكوا فيه، كان ضباطة تطلع على الجسد على احكام الجسد تتصور عليها الكهرباء بالمي. بعد ما يعذبون بعد ما يكهربون يحطون بالمي يعذبون جلدا مجفف. إن الإنسان الذي يدخل إلى مدينة حماة وقد دخلها من قبل يدخل إليها بحيث أنه لا يعرفها لشدة ما خرج منها وما خرج من معالمها الأثرية والأحياء القديمة، وقد لا يجد المساجد بحيث أن المساجد كلها قد فجرت. وحتى الكنائس الكنيستين في حي المدينة قاموا بتفجيرها تفجيرا كاملا. هذه صورة الكنيسة الجديدة في حماة. لقد ظل الأهالي 17 عاما يعملون في بنائها وتزيينها لتكون تحفة عمرانية فريدة. وقبل تدشينها بأيام حدثت المذبحة الهمجية الرهيبة، وجاءت قوات الطاغية حافظ أسد لتنسف هذه الكنيسة بالديناميت رغم ما أصابها من قذائف وصواريخ. فدخلوا البناء ونهبوا ما في الكنيسة من نفائس وتحف، ثم ربطوها بحزام من الديناميت ونسفوها، ولم يبق منها غير الأطلال شاهدا حيا يحكي حضارة وإنسانية حافظ أسد. لقد نسفت عصابات الطاغية 2 منها وهدمت أجزاء من الثالثة ونهبت محتوياتها جميعا. وهذا هو متحف حماة، إنه قصر العظم الأثري الذي كان يضم نماذج فريدة للتحف الأثرية لهذه المنطقة من وطننا العربي.
ويضم صورا لشهداء المدينة الذين قاتلوا المستعمرين الفرنسيين حتى تحررت سوريا. لقد كان قصر العظم بحد ذاته تحفة عمرانية فريدة بجمالها، إلى أن هاجمته قطعان الذئاب المتوحشة من رجال السلطة الأسدية، فحطموا صور المجاهدين أبطال المقاومة الوطنية، ونهبوا التحف الأثرية كلها التي لا تقدر بثمن، ثم نسفوا القصر برمته بحيث تركوه على هذه الصورة. ومن صور التدمير الشامل لمظاهر حضارة المدينة ما فعله أسد بمنطقة الجيلانية الأثرية، إحدى أبرز الآثار في سوريا أيضا. والجيلانية مجمع من القصور والمساجد والزوايا والمضافات والحمامات والنواعير، ونظرا لأهميتها فقد اعتبرت رمزا سياحيا سوريا لما تحوي من الفنون ومظاهر الإبداع. وبالإضافة إلى هذا، فالجيلانية مسجلة في منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة والمهتمة بالثقافة والعلوم. وفي مجزرة حماه الأخيرة جعلت عصابات أسد منطقة الجيلانية هدفا أساسيا لها، فأمطرتها بقذائف الدبابات والمدفعية والصواريخ، وأتبعت ذلك بعمليات النسل والتفجير لتزيل معظمها من الوجود وتصبح أثرا بعد عين. أيها المشاهدون الكرام، الأم عماد المجتمع وأساسه، الأم التي أوصى بها الله جل جلاله وجعل الجنة تحت أقدامها، الأم التي ربط الله سبحانه وتعالى رضاه برضاها، كان لها نصيب وافر من همجية حافظ أسد. شاهدوا واستمعوا معنا بإمعان إلى ما سترويه لنا هذه السيدة الكريمة التي رملها حافظ أسد ويتم أطفالها الخمسة. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام أهالي حماة من حي البياض. نهار 2 شباط نحن قاعدين بالبيوت، ما سمعنا إلا القصف والضرب وضرب المدافع، يعني من برا ما حد سجل يطلع من بيته. نهار 8 طالعونا غصب عنا بالضرب بالشتم وكسروا الباب ودخلوا علينا. طلعوا كلياتهم، طلعنا كل النسوان رفعوا ايدينا الحين، ضلينا 3 ساعات رافعين ايدينا. نحن واقفين ولا شفنا ابو طلعنا ولا ضاربينه بالاربيجي مضروب كلياته، وفوق اهالي في بقلبه ولا ما حد عارف يعني من جوا ولا ما لعلوا بلا صايرين بشويك ولا لا. ومره مقسوم نصها والكلب انطرف عم ياكل، وفي راس ولد، راس ولد صغير والاب منعرف حاطط على راس الاب. وفي واحد تاني من بيت الاصفار اسمه حاج عبد المعين الاصفار عمره 85 سنه، دقوا عليه الباب قالوا طالع اولادك طالعوا. الاثنين دخل عليهم مشان الله ما خلي حرام، صار دخل كثير عليهم، حطوا اولاده قدامه ورشوا لهم على الحيط. عيله تاني من بيت الزمر بحي باب الحي الحارين، هن قاعدين اجتهم صاروخ على الدار، انقصف اول بيت او صاروا يولولوا، عنده 5 اولاد صغار. عاد الدكتور مشلوق بالابو
كانوا قاعدين نسوان ورجال، يعني 3 رجال ما في غيرهم، هم 39 مرة يعني مع الأولاد. نعم. 39 شخص. نعم. في واحدة منهم بنت اسمها فاطمة من النمر، شايلة اختها عمرها 2 سنين، قربوا عليها، شايلة اختها اجت الضرب عليها والبنت الصغيرة ضلت عايشة. انا صفيت ارمله، لا لي معي ولا شيء، قتلوا جوزي ودوا لي بيتي، ما ضل لي حدا، ما في غير الي الله. عند قرير طالعوا انه باتحاد نسائي فيه 13,000 مرة رايحه ارمله، ما في بيت الا بلاقي ام مروحه اولادها ونسوان ارامل واولاد ميتمه، يعني ودور ومنازل كله رايح. يعني الله بعتنا ناس عم تحننوا علينا وبيعطونا مصاري بيصرفوا علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا من حما، انا من حي السوم. طالعوا ابي واخي وخالي رشون على باب البيت، بكنا هلا الحق اني وابي واخواتي لان ما بقى لنا حدا نحن نعود عندهم.
خلال هالثلاث ايام هذول اللي مضيناه هون اكثر من 10 اشخاص يشيلوهم من الارض ميتين، بعدين فوتونا على هنقار